أحببت أن أتأمل معكم هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء، ولكن هناك قصة أحببت أن أرويها لكم، حدثت مع أحد الملحدين في ألمانيا، والذي كانت هذه الآية سبباً في إسلامه ولها علاقة بأمواج البحر. هذا الملحد كان ينام ويريد أن يهاجم الإسلام، فيفتح القرآن يريد أن يلتقط أخطاء من القرآن ليثبت للناس أن هذا القرآن هو كلام بشر وليس كلام الله تبارك وتعالى. فكان عندما ينام يرى في المنام وكأنه في وسط البحر وأنه يشرف على الغرق. في اللحظة التي يكاد فيها أن يغرق يقول يا رب، ويستيقظ وهو مرعوب وخائف، ويقول في نفسه كيف أنادي الله سبحانه وتعالى وأنا لا أؤمن به أصلا. ويقدر الله أنه في اليوم الثاني ينام ويرى نفس الحلم، فيستيقظ مرعوبا خائفا عندما يرى نفسه يغرق ويقول يا الله. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى القرآن ليتابع قراءته على أمل أن يلتقط أخطاء علمية، فيصادف آية كريمة هي موضوعنا اليوم أيها الأحبة. يقول الله تبارك وتعالى فيها: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. سبحان الله، فوقعت هذه الآية على قلبه وعقله موقعا بالغا، وقال والله أنا هذا الكلام الذي أقرأه أمامي في القرآن أنا كنت أعيشه في الحلم، كنت بالفعل عندما أكاد أن أغرق أقول يا رب يا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقرر أن يتوب إلى الله وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الآية أيها الأحبة يجب أن نتأملها، يجب أن نعلم أنه في حالة الضيق ليس لك إلا الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعلم أخي الحبيب أن الأبواب إذا أغلقت في وجهك، وإذا تخلى عنك الناس، وإذا وجدت نفسك وحيدا كأنك وسط الأمواج في البحر، تتقاذفك أمواج هذا العصر، أمواج الظلم والإلحاد والكفر وضيق الرزق، وأمواج عاتية وأنت وحيد وسط العاصفة، يجب أن تعلم أنه لا يستجيب لك إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، كل من تدعوه من حولك وكل من تلجأ إليه في وقت الشدائد من البشر سيضل عنك، سيذهب بعيدا عنك، سيتخلى عنك، إلا الله عز وجل الذي يراك ويسمع، كيف لا، وهو الذي خلقك. عندما كنت جنينا في بطن أمك أخي الحبيب انتبه معي، كنت محاطا بسائل مظلم، هيأ الله لك كل وسائل الرزق والتدفئة والحماية ووسيلة لتصريف الفضلات ووسيلة لتغذيتك وأنت ضعيف لا تبصر ولا تستطيع أن تفعل أي شيء داخل هذا الرحم المغلق المظلم. لم ينسك الله من فضله، أينساك الآن وأنت تقول يا رب ارزقني؟ أينساك الآن وسط هذه الظلمات وهذه المشاكل التي نعاني منها اليوم؟ أينساك هذا الإله العظيم وأنت تدعوه بإخلاص وتقول يا رب اكشف عني الضر؟ لذلك أنا أود أن أتأمل معك أخي الحبيب أيضا قصة سيدنا ذنون، هذا النبي الكريم النبي يونس الذي كان في وسط الأمواج تتقاذفه الأمواج، وجاء الحوت والتقمه فأصبح في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وفي ظلمات بطن الحوت، فنادى في الظلمات. قبل أن أقول الآية، من يستطيع أن ينقذك في هذا الموقف لو اجتمعت الدنيا كلها وجاءت كل
وسائل البشر هل تستطيع أن تخرجك من بطن الحوت في أعماق المحيط؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بأنه ظلم نفسه عندما خالف أمر الله، فترك الدعوة إلى الله، وبسبب أن قومه لم يستجيبوا له والله لم يأذن له بعد بالخروج، فخرج، فابتلاه الله بهذا البلاء. ولكن هذا النبي الكريم من الذي أنقذه؟ ثقته بالله. من الذي خلصه من ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت؟ إيمانه الشديد، اعترافه أمام الله. يجب أن تعترف أخي الحبيب، أن تعترف أمام الله سبحانه وتعالى أنك مخطئ، أنك ظلمت نفسك، أنك أخطأت في حق الله، قصرت في حق الله. فكلما ضاقت بك الأمور قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء دعاء النجاة من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فدائما أخي الحبيب، الإنسان عندما يضيق به الحال ويتخلى عنه كل الكون ويبقى وحيدا في مواجهة مصيره، هناك إله عظيم لا ينساك، موجود وقريب منك، ولكن فقط أن تدعوه، فقط أن تقول يا رب، فقط أن تعترف بتقصيرك وظلمك وتفريطك في حق الله سبحانه وتعالى، وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء والله أيها الأحبة له مفعول قوي جدا. كثير من الناس اليوم يغرقون في مستنقع هذا الواقع المؤلم اليوم، بين اللهو والعبث والمخاوف من المستقبل، وتجد وضعه تعيس جدا، وعلى الرغم من ذلك لا يفكر أن يلتجئ إلى الله. الحل بسيط أخي الحبيب، هو الالتجاء إلى الله بصدق، لأن الله هو المسؤول عن هذا الكون، هو الذي يحرك كل ذرة من ذرات هذا الكون، فلا يعجزه أن يخلصك من مشكلة وقعت بها، لا يعجزه أن يكشف عنك الهم والكرب والضيق. البلاء أخي الحبيب، البلاء هدفه أن يختبرك الله، يختبر إيمانك، وليس الهدف أن الله سبحانه وتعالى يضيع وقتك أو يؤذيك أو يكرهك، لا، حاشا لله، الله يحب لنا الخير. فيبتليك بشيء، بضيق معين، بضيق رزق، بمرض، بأذى تتلقاه ممن حولك. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أكثر شخص في الكون أوذي في سبيل الله ولم ييأس، كان يصبر ويقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، المهم أن تكون راضيا عني. هكذا كانت ثقافة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.